أهلا وسهلا بكم في مطبخ أمولة للكيتو واللو كارب والأكل الصحي. يلا نشوفوا مقادير وطريقة تحضير كفتة السمك من غير قلي. مقادير وطريقة كفتة في نظام الكيتو على طريقة من غير قلي. عندي فيليه أي نوع تحبوه من السمك، هذه كفتة السمك أي مقدار تحبوه. نحط في مضرب الكهربائي، نضربها شوية باش تخلط المقادير مع بعضها. للتوابل كركم، فلفل أبيض، فلفل أحمر، كمون، ملح، التوابل تحبوها أو توابل السمك. عندي توم بودر وتوم وبصل بودر، نحطهم معها. عندي شوية نحط لها بقدونس معدنوس، طولة شوية، واللي بيمسك الخليط عندي ملعقة دقيق الترمس، ملعقة، ونشوفها هل تمسك المكونات. وبالخلاط نخلط الخليط من غير ما نضيف بيض. نخلط السمك والتوابل والمعدنوس، نخلطها مع بعضها. خليط الكفتة جاهز، نديروا لها كور، كوروها، نكور المقدار كله. نجهز المقدار وبعدين نشوفوا كيف ندير الصوص. كيف كورنا كفتة السمك، كورناها وتو نجهزوا الصوص في المقلاة، نحطه ملعقتين أو ثلاثة ملاعق زيت زيتون. عندي نص بصلة مع سنون ثوم، حطيتهم. هذا الثوم والفلفل، نخلط البصل دا يذبل والثوم يذبل. عندي ملعقة ملعقة أقل من الفلفل، خريطة الفلفل أو زي ما تحبوا طماطم. الصوص هذا مش محتاج لأن نفس الكفتة حطينا الكمون والثوم، حطيت فيها توابل، يعني مش شرط نحط فيها توابل واجدة. نحطلها شوية مية أو صوص اللحم الفلفل الأبيض أو الفلفل الأسمر، نحط ملح على حسب الذوق الحبوب. نخلط، نزيد المية، مية أو مرق السمك، أنا ما عنديش، عندي مية، نحط المية. نشوف الملح متاعها، نشوفها خليها تغلي شوية، نخليها تغلي ونحط كرات السمك. ونخليها لين نشوف السمك طاب وشرب الصوص، نخليها ونغطي الطبق ونشوفه بعد شوي. السمك خليتها ربع ساعة وطفيت عليها النار، هي قاعدة زي ما هي، خلطتها، ريحتها جميلة جدا، هذه تكون شكلها.
عندي في طبق التقديم، تنحطه في طبق التقديم. طبق رائع من الأطباق الحلوة والجميلة، ومقرنة ومغير قلي الكفتة يعني على طول حطيناها. هذا كفتة، خليها تبرد شوف كيف نقدمه. الكفتة جاهزة، زينتها بالبقدونس بالمعدنوس، بصراحة طبق رائع وجميل من غير ما نقلي ومن غير ما نحطه من غير ما نضيف لها البيض. هو فقط ملعقة دقيق ترمس ودرت نحطها في الصوص. هذه هي الكفتة، هذه من جوا، طعم رائع وجميل وصحة وهنا مع كفتة السمك.